تلك الأرقام والإحصائيات تدل على أن هنالك عمل أمني دؤوب تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية المختصة على مجموع التراب الوطني، شيء إيجابي طبعا باعتبار أن ظاهرة تناول المخدرات وتعاطيها والترويج لها كما نعرف أضحت تشكل تهديد حقيقي فيما على الفرد وكلا المجتمع. طبعا هذا يأتي في سياق عام تشهده جميع المجتمعات البشرية، وهو هذا التزايد في نسب ومعدلات تعاطي المخدرات من السنوات الأخيرة، وهذا يتطلب المزيد من المجهودات المكتفى لمواجهة ومحاصرة الظاهرة من أجل مكافحتها. الظاهرة خطرها يتجلى في اعتبارها أن غالبية المتعاطين والمدمنين هم من فئة الشباب، وهم من يحمل مشعل باعتبارهم الثواعد البشرية القادرة مستقبلا على المساهمة في التنمية، المساهمة في دورة الإنتاج مستقبلا. للأسف بلادنا تجد نفسها أمام نوع من الإغراق المتزايد والممنهج للسوق المحلية بهذه المواد المخدرة من خلال عمليات هذا التهريب الدولي للمخدرات نحو المغرب. هذا كله يجعل من المغرب قبلة وسوق استهلاكية من أجل تصريف فائض إنتاج بعض المعامل الفلزية المصنعة لمادة الأفيون والتي تعد من أخطر أصناف المخدرات. مثلا إذا تتحدثنا مثلا على مخدر البوفا على سبيل المثال لا الحصب، وبالتالي فالظاهرة تتطلب مقاربة وتتطلب دراسة شمول باستحضار مجموعة من المتغيرات، بعضها هو مرتبط بالفرد وبعض الآخر هو مرتبط بالمجتمع ككل.